أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على ولو نشاء
لا يستطيع
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وهو بكل خلق عليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن
بل عجبت ويسخرون وإذا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من
فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون لم تكونوا مؤمنين. صدق الله العظيم.